بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو لعام 2024. يوم الأحد بدء عمل رسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية، القطاع العام، القطاع الخاص، وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت لمدة 8 أيام. لذلك استعدت الإدارة لعمل المرور بالتنسيق مع إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة للتنسيق التام والمستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم والذي وصل إلى 40 درجة مئوية. لذلك تم التنبيه والنصح والإرشاد لقائدي السيارات بالإقلال من حركة سير السيارات وخفض السرعة حتى نقلل احتكاك الكاوتشوك بالأسفلت الساخن. هذا بالإضافة أيضا التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة وأن السوائل تعمل بحالة جيدة وأن منسوب السوائل مناسبا لحركة السير سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة. الطرق السريعة شهدت حاليا بعض الكثافات المتحركة القادمة من طرق السريع وخاصة طريق السويس الصحراوي في الاتجاهين يشهد حاليا كثافات متحركة. أيضا طريق إسماعيلية الصحراوي القادم من منزل كوبري الحرفيين اتجاه طريق إسماعيلية الصحراوي يشهد حاليا أيضا كثافات متحركة. لذلك تم تعزيز تلك المناطق بخدمات مرورية مكثفة لسحب تلك الكثافات. أعلى الطريق الدائري القادم من نفق السلام وكوبري السلام اتجاه أعلى المؤسسة اتجاه المرج يشهد حاليا أيضا كثافات متحركة بالإضافة لبعض المواقف العشوائية على الطريق الدائري بصورة التعامل معها من قبل رجال الإدارة العامة للمرور. أيضا حاليا توجد بعض الكثافات المتحركة قد تصل إلى كثافات خفيفة بمناطق وسط المدينة المتجهة إلى نفق الأزهر، شارع رمسيس المتجه من غملة اتجاه ميدان رمسيس اتجاه شارع الجلاء يشهد أيضا حاليا كثافات متحركة قد تصل في بعض الأوقات إلى كثافات عالية بسبب توقف السيارات النقل العام والنقل الخاص والنقل الجماعي في نهر الطريق بميدان رمسيس للنزول وصعود الركاب اتجاه محطة مصر مع بدء العمل الرسمي لكافة الجهات الحكومية. الحمد لله شرق القاهرة ووسط عفوا غرب القاهرة بيشهد حاليا بعض الكثافات الخفيفة لا تصل إلى كثافات متوسطة وبيتم التعامل مع أي أعطال مرورية حتى لا تسبب إلى كثافات متوسطة أو كثافات عالية. ايضا كذلك بالنسبه لجنوب القاهره الحمد لله الامور طبيعيه فيه تماما، لا يشهد اي نوع من الكثافات سوى كورنيش النيل يشهد بعض الكثافات الخفيفه القادمه من مناطق المعادي اتجاه المنيل. ارتفاع درجات الحراره بيسبب بعض الكثافات المتحركه نتيجه الاعطال المروريه فقط لا غير، لذلك تم تعزيز الخدمات المروريه بالاوناش والمساعدات الفنيه لسرعه التعامل مع تلك الاعطال بالاضافه لتعزيز اعلى الكباري بسيارات البيج باجي لسرعه التعامل ايضا مع اي اعطال مروريه وسحبها الى المسطحات الارضيه على يمين الطريق. يمكن ابرز المدينه اليوم كان في كسر ماسوره مياه عذبه شارع مصطفى النحاس بالنسبه للقادم من الحي التاسع اتجاه الحي الثامن كان ليها تاثير سلبي في حركه بطء السيارات. الحمد لله تم غلق مصدر المياه وتم التعامل فورا مع كسر الماسوره وتم العمل اللازم من قبل الحي. المتابعه الميدانيه مستمره على مدار اليوم الكامل مع بدء العمل الرسمي اليوم. من المتوقع ان تظهر بعض الكثافات المتحركه مع عوده الموظفين من اعمالهم وكذلك بالنسبه للساده المواطنين المقيمين والمترددين للمحافظات الاخرى بالاضافه الى مناطق وسط المدينه واماكن المتنزهات التي سوف تشهد بعض الكثافات المتحركه ما بعد العصر بسبب الهروب من الاجواء الساخنه اتجاه الاماكن المفتوحه مطله على المسطحات المائيه وبرز ممشى اهل مصر والمواسم النيليه. المتابعه الميدانيه مستمره ايضا من خلال حملات مروريه مكثفه لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.